المتابع لعالم منصات التواصل الاجتماعي أكيد ملاحظ أنه خلال الأيام الماضية في وجه جديد ظاهر وبقوة وصار حديث الناس على كل المنصات. إحنا بنتكلم تحديداً هنا عن تطبيق كلوب هاوس، وهو ببساطة تطبيق بيعتمد على غرف دردشة صوتية، يعني اعتماده الأساسي على الصوت، لا في تواصل بصري ولا كتابة ولا شيء. التطبيق مليان غرف وكل غرفة فيها موضوع نقاش معين والناس بتدخل وتتكلم، لكن للآن التطبيق بيتميز بأكثر من شيء. أولاً أنه للآن حصري، يعني أي شخص ممكن ينزل ويحجز اسم مستخدم كمان، لكن علشان يستعمل التطبيق لازم دعوة يعني أو إنفايت يعني، وهذا الشيء مخلي التطبيق للآن نوعاً ما حصري. التطبيق زي ما قلنا بيعتمد على الصوت، لكن في قاعدة أساسية هو أنه ما في شيء فيه بيتسجل أو بينحفظ، يعني النقاش في الغرفة بينتهي من هنا وبيختفي خلاص، ما له وجود بحسب ما هم بيقولوا. التطبيق جديد نسبيا، لكنه برضو ما طلع أمس ولا اللي قبله. فالتطبيق أطلقه شخصين هما بول ديفيسون وروان سيث العام الماضي، لكن في مايو قيمته كانت 100 مليون دولار، مع أنه مستخدمي ما كانوا بيتجاوزوا 1500 مستخدم. ومشاهير كثير بدأوا يستخدموا التطبيق وصار ينشهر من وراهم، منهم نقدر نقول أوبرا وينفري، دريك، كريس روك، أشتون كوتشر. لكن رغم وجود كل هدول المشاهير واستخدامهم للتطبيق، إلا أنه الاختراق الحقيقي حققوا التطبيق لما The One and Only صديق برنامجنا، واضح أنه نحن عندنا اهتمام كبير فيه، إيلون ماسك غرد عنه. وهذا الكلام من 9 أيام تحديدا، وقتها قال الملياردير ماسك أنه حيكون موجود على التطبيق في ساعة معينة، وضجت الناس وبدأت تدور على التطبيق وتستفسر إيش هو وتحمله. الضجة اللي عاملها التطبيق وصلت حتى لعالمنا العربي، وهاشتاج باسم التطبيق ترندينج من كذا يوم، والناس بس بتتكلم عنه، كثار مبسوطين فيه وبيشاركوا تجربتهم عليه، وفي ناس تانيين بيطلبوا جلسين دعوات، اعزمونا خلونا نستخدم التطبيق، وناس جالسة بتقارن بينه وبين منصات أخرى. وفي حتى كمان ناس اعتبروا أنه ممكن يكون تهديد حتى لعالم البودكاست. خلينا نشوف بعض التعليقات على التطبيق. وينضم إلينا من الرياض عبر تطبيق زوم الخبير التقني عبد الله الغفيص. أهلا فيك معنا عبد الله. هل نقدر نقول كل هذا الاهتمام بكلوب هاوس إنه هبة ولا لا؟ فعلا هذا تطبيق مرجح للنجاح؟ أهلا سارة وأهلا بالمشاهدين. هو فعلا يعني تطبيق كلوب هاوس سوى هبة أو سوى ثورة الأيام الماضية. أنا أشوف أن التطبيق يعني تميز بأكثر من ميزة، نقدر نقول أنه حيستمر وحينافس، أهمها أنه جاء بفكرة يعني جديدة، أو نقول أنه جاء بفكرة جديدة من التطبيقات الموجودة حاليا بالسوق. فمثلا جاء بفكرة مختلفة عن سناب شات، عن تويتر، عن وسائل التواصل اللي قاعدين يعني نستخدمها الأيام هذه. أي بس مع أنك واللي هي طبعا أي بس مع أنك بتقول هذا الكلام إنه الفكرة جديدة، أنت تحديدا غردت تغريدة وقلت إنه كلوب هاوس هو بال توك بس بكرافتة. فإذا تشرح لنا أول شيء للي ما يعرفوا إيش هو بال توك، إيش هو بال توك وكيف جاي بكرافتة كلوب هاوس؟ طبعا البال توك اللي هو تطبيق غرف صوتية أو دردشة صوتية،
فهو هذا هو يعني نفس فكرة لو تطبيق كلب هاوس حاليا، لكن أنا ذكرت أنه مختلف أو يعني مختلف أو فكرة جديدة عن التطبيقات الموجودة حاليا. يعني بالتوك يمكن يذكرونها القديمين الموجودين على الساحة، لكن كلب هاوس يعني استفاد من هذه الفكرة من توجه الناس حاليا إلى يعني تطبيقات الدردشة والمحادثات الصوتية، فأخذ هذه الفكرة وتميز عن التطبيقات الثانية. طيب يعني كويس أنك شرحت لنا فكرة بال توك، لأني ما كنت أعرفها، خصوصا بعد ما قلت أنه القديمين بس هم اللي يعرفوه، حطمت أي أحد بيتذكر بال توك. طيب بس كمان تحديدا الآن في اهتمام فيه بعد إيلون ماسك لما دخل على التطبيق على كلب هاوس، ولكن أيضا في تعليقات انتقادية، يعني الناس بيقولوا طيب نحن بندخل بس كمان بنقعد بنمل، نقعد نستنى يجي دورنا نتكلم. هو صحيح، هو فكرة كلب هاوس أنا اللي أشوف أنها ميزة، أنه الشخص بيتابع الناس خلينا نقول اللي قريبين من اهتماماته، فالغرف الصوتية اللي حتظهر، لأنه أي شخص الآن موجود بالتطبيق يقدر أنه يفتح له غرفة صوتية، والناس يعني تدخل وتتكلم معاه، هو اللي يسمح للناس سواء هو أو يعين يعني مدراء معاه يسمح للناس الموجودين أنهم يتكلموا. فمثلاً أنا شخص مهتم بالقهوة، بالتقنية، بالسيارات، فأتابع ناس في هذه الاهتمامات، فأحصل يعني غرف أنها يتكلمون عن نفس الاهتمامات هذه، فأنا أشوف أنها يعني جداً ميزة رهيبة، بالإضافة إلى أنه الواحد يأخذ راحته يتكلم، بعد ما تخلص الغرفة خلاص انتهى الكلام، ما حد يقدر أنه يرجع لنفس الغرفة هذه أو يكون فيها انتقادات، فيها تنمر، لا أبداً يعني. فهذه يمكن ميزة جداً مهمة الآن في كلب هاوس. بس قديش تعتقد أنه مثلاً الموضوع هذا ممكن ينجح أو يستمر؟ لأنه مثلاً تويتر بتقدر تعبر عن رأيك، فيسبوك بتقدر تعبر عن رأيك، صار كل المنصات أنت جالس تقدر تتكلم فيها، وحتى في خاصية الصوت مثلاً في كثير من المنصات أو الفيديو ما إلى ذلك. فهذا التطبيق يعني حيعطي فرصة أنه مثلاً ممكن الناس تدخل وفلسفة فلسفة فلسفة فلسفة، فقديش تعتقد أنه هذا الشيء حيعيش يعني؟ هو أنا أعتقد يعني هو حالياً بنظام الدعوات، والتطبيق الآن موجود فقط على نظام الآي أو إس للآيفون، وبنظام الدعوات يعني شفنا برضو يعني مجموعة من المشاهير أو مجموعة من المؤثرين برضو أنهم موجودين في التطبيق، فهذا برضو عطاه الآن يعني زخم كبير. وناس حابة أنها تدخل تبغى تجرب، أبغى أشوف الناس إيش قاعدين يتكلمون. أعتقد بعد ما يفتح التطبيق أو يكون متاح على كل الأنظمة وكل الناس، هنا بيكون التحدي هل فعلاً بيستمر الزخم أو لا، وأعتقد أنه حيستمر يعني فترة لا بأس فيها. تعتقد فعلاً أنه ممكن يضرب عالم البودكاست زي ما بعض الناس جالسة تتكلم؟ لا ما أعتقد. أعتقد أنه يعني عالم البودكاست شيء وهذا شيء آخر يعني مختلف، بالعكس ممكن أنه يساعد يعني بعالم البودكاست الناس يعني أنها تصير تسمع أكثر تتابع أكثر، فيجذب يعني برضو مستخدمين إلى عالم البودكاست، لكن أبداً ما أعتقد أنها حيقضي على عالم البودكاست أو ينافسه. طيب عبدالله خليك معنا، حننتقل لخبر آخر عن تويتر ونرجع نتكلم كمان معك عن الموضوع.